الآن مشاهدينا الكرام، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من ميزة. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن الحكومة أقرت اليوم مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لرفع مستويات الوقاية من انتشار فيروس كورونا. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يصدر قرارات لمواجهة كورونا، منها فرض حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباح اليوم التالي. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى مركز لتفشي فيروس كورونا. وإليكم التفاصيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة أقرت اليوم مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية الملحة التي من شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار فيروس كورونا وتقليل نسب الإصابة به. وتابع الرئيس في تصريحات له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه يهيب بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، مؤكدا أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى وتواجه أي محاولة للإخلال بها وبمنتهى الحزم والحسم وفي إطار القانون. وأضاف الرئيس أن رهانه دائما على وعي الشعب المصري العظيم وقدرته على تجاوز الأزمات وعبور التحديات في مختلف الأوقات الصعبة. عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا أصدر خلاله عددا من القرارات الهامة، ومنها فرض حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباح اليوم التالي بداية من صباح غدا الأربعاء، وذلك في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا. فيمكن عشان كده وجدنا أن في هذه المرحلة ان احنا ناخد مجموعة من القرارات، واللي انا يمكن هعلنها لحضراتكم الان، وهذه القرارات ان شاء الله هنبدأ في تطبيقها اعتبارا من صباح غدا الاربعاء وحتستمر لمدة 2 اسبوع. اول قرار في هذا الموضوع هو حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من 7 مساء حتى 6 صباح اليوم التالي. أنا بأكد هنا أن هذه القرارات اللي هنعلنها هي مداها الزمني هو 2 اسبوع. توازي مع حظر حركة المواطنين طبعا هيتم إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص لنفس الفترة من 7 مساء إلى 6 صباحا، وبالتالي ده يسري على كل الوسائل النقل اللي بيبقى فيها تجمع لعدد من المواطنين سواء عام أو خاص. الجزء الثالث والمادة الثالثة إن ستغلق ابتداء من 5 مساء حتى 6 صباح اليوم التالي أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع. سيكون مواعيد عملها من 5 مساء إلى 6 صباح اليوم التالي مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت. يبقى كل هذه المحلات هتبقى بتشتغل 5 أيام في الأسبوع من 5 مساء إلى 6، بتغلق من 5 مساء إلى 6 صباح اليوم التالي، ويومي الجمعة والسبت هو إغلاق كامل. وكل ده هدفنا عشان نمنع تجمعات وتواجد أعداد كبيرة من المواطنين. هذا القرار لن يسري على المخابز ولا محل البقالة ولا الصيدليات أو السوبر ماركتس اللي بتبقى متواجدة خارج المراكز التجارية. المادة الرابعة هتغلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وأي ما يمثلها من محال ومنشآت تقدم أنشطة التسلية أو الترفيه. ده سيكون غلق كامل طوال هذه المدة، كما ستغلق أمام الجمهور
جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت تقدم المأكولات على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل فقط. المادة الخامسة ستعلق جميع تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصريح العمل والجوازات ورخص البناء. أي خدمات النهاردة بينشأ عنها إن المواطن بيتحرك ويروح لمصلحة حكومية علشان يعمل خدمة أو يقدم خدمة، سيتم تعليق كل هذه الخدمات بالكامل طوال هذه المدة. هذا الموضوع فقط الذي سيستثنى منه هو مكاتب الصحة علشان موضوع قيد سواء المواليد أو الوفيات اللي بتبقى بتحصل طوال هذه المدة. المواطن اللي هيسأل يقول طب أنا رخصتي أو بطاقتي المفروض كانت تخلص في خلال الأسبوعين دول، تم التنسيق مع وزارة الداخلية أن سيتم مد سريان عمل كل هذه يعني المستخرجات الرسمية طوال مدة الحظر، بحيث أن حتى لو بطاقتك أو رخصتك بتخلص في هذه المدة إحنا هنعتبرها سارية معانا لما بعد إنهاء هذا الحظر. المادة السادسة هو غلق كل النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية. دي القرارات اللي احنا بنقول انها ان شاء الله سيتم تنفيذها لمدة 15 يوم. بالإضافة الى هذا قررنا ان احنا مد تعليق الدراسة في كافة المدارس والمعاهد والجامعات لمدة 15 يوم اخرى إضافية بعد انتهاء القرار اللي احنا كنا طلعناه قبل كده، اللي هو كانت انتهاء ميعاد انتهائه يوم 29 مارس. ايضا سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض حجم الموظفين والعاملين في المصالح الحكومية وكل الشركات القطاع العام والقطاع الأعمال العام والأجهزة التابعة للدولة أيضا 15 يوم إضافية بعد انتهاء مدة القرار الماضي اللي هو كان بينتهي في الأول من إبريل. يبقى احنا بنمد كل الكلام ده أيضا 15 يوم. من سيستثنى من هذا القرار هم فقط المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم، لأن دول طبعا دول أولوية أولى، وبالتالي هم سيستثنوا تماما من كل اعتبارات في هذا القرار، لأن هم شغالين على مدار الـ 24 ساعة علشان نحن نضمن سلامة وصحة مواطنينا. أنا عايز أأكد أن القرار بينص صراحة أن سيتم تطبيق العقوبات اللي موجودة في قانون الطوارئ فورا على من سيخالف هذه القرارات. العقوبات عشان نبقى عارفين بتبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وتنتهي بالحبس. أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قرارا بتدبير مليار جنيه بشكل عاجل لوزارة الصحة من أجل توفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية في ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء المستشار نادر سعد إلى أن القرار يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع درجة الاستعداد القصوى على خلفية تحذير منظمة الصحة العالمية لجميع دول العالم لأخذ احتياطاتها الوقائية من انتشار الفيروس. تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد جاهزية شركة النصر للكيماويات الوسيطة لتوفير مواد التعقيم والمطهرات في إطار مجهودات الدولة لمجابهة فيروس كورونا، وذلك في ضوء حرص القوات المسلحة على توفير المطهرات والسلع الغذائية الأساسية للمواطنين لمنع الممارسات الاحتكارية. الشعب المصري يستشعر الخطر على الفور. القوات المسلحة المصرية تساند جهود الدولة بالدعم اللازم، فهي دائما لم ولن تتأخر أبدا. القوات المسلحة المصرية
الحصن والسند. بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة القوات المسلحة في تقديم الدعم اللازم لأبناء الشعب المصري في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير السلع التموينية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وفي هذا الإطار اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة مجموعة من الإجراءات والتدابير لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش، وذلك ضمن أعمال المتابعة المستمرة التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للاطمئنان على جاهزية الشركة لإمداد كافة أجهزة القوات المسلحة والسوق المحلي وقطاعات المجتمع المدني بمختلف مواد التعقيم والتطهير. حيث تابع رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الشركة وتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام لإنتاج مواد ومحاليل التطهير والتعقيم التي تم اعتمادها من وزارة الصحة والسكان طبقا للمواصفات العالمية بما يوفر المناخ الآمن والصحي من خلال القيام بأعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة، فضلا عن متابعة أحدث الوسائل العلمية وآليات العمل لمواكبة أعمال الوقاية والتطهير التي تنتهجها المؤسسات العالمية في ذلك المجال للحد من انتشار الفيروس، بالإضافة إلى الاطمئنان على توفير المخزون الاستراتيجي للمواد والمحاليل المستخدمة في أعمال التطهير والتعقيم والتي نصت عليها قواعد منظمة الصحة العالمية وتمتاز بخصائصها الآمنة، إضافة إلى أنها ستغطي كافة الاحتياجات لضمان مجابهة الأزمة الحالية. احنا الحمد لله رب العالمين بنكرس الجهد وبنضاعفه ان احنا نزود انتاجنا ونضاعف الكمية المنتجة حاليا لاستخدامها لمعاونة اجهزة وقطاعات الدولة المختلفة. قامت شركة النصر للكيماويات الوسيطة بزيادة انتاجها من الكيماويات التي تنتجها داخل الشركة لصالح أغراض التطهير والتعقيم. وفي سياق متصل اصطفت عناصر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للدفع بها إلى السوق المحلي. احنا الحقيقه كنا بندور على المنتجات اللي فيها كحول او المنتجات المعقمه، كان في استغلال الفتره اللي فاتت كبيره جدا، كنا بنشتري المنتج اعلى من سعره. في الفتره دي النهارده لقينا في عربيات خاصه بالقوات المسلحه موجوده في المنطقه، فنزلنا عشان نشتري المعقمات، لقينا في كميات متوفره كتيره جدا ولقينا الاسعار مناسبه جدا، ومفيش الحقيقه زحمه لان الخدمه متقدمه بشكل منظم جدا. يعني فنشكر القوات المسلحة انها يعني دايما واقفة مع الناس واقفة مع الشعب وبتقدم لهم اي حاجات ممكن ناقصة في السوق وبتمنع استغلال التجار. الشعب والجيش في كل العصور وفي كل الاوقات بيكونوا ايد واحدة بالذات في الازمات. حيث تم مضاعفة كميات المعروضات من المطهرات والمحاليل التي تستخدم في اعمال التطهير والتعقيم، وكذا السلع التموينية التي تلبي مطالب الاسرة المصرية باسعار مناسبة والتي شهدت إقبالا متزايدا من المواطنين، وذلك من خلال منافذ بيع جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثابتة والمتحركة
وطرحها بالأسواق لكافة فئات الشعب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار القضاء على الممارسات الاحتكارية. حاجة أنا كنت متوقعة بالأسعار دي، مش متوقعة بالجودة دي. الحاجات متوفرة وموجودة، الكلور دوت اللي في أماكن كتيرة مش عايز أقول أسماء غالي جدا جدا، هنا الأسعار حلوة قوي ومتواجد في كل حاجة، غير أن من البداية أصلا وانت داخل اللي بيقيس لك حرارتك بيتعامل معاك بتعامل حاجة ستاندر مش موجود حتى في بلاد أوروبا يعني. يأتي ذلك ضمن الإجراءات المتواصلة من القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم أجهزة الدولة المختلفة ولضمان توفير سبل الوقاية وكافة المتطلبات الأساسية ورفع العبء عن كاهل الشعب المصري. تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان جميع إدارات ديوان الوزارة للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتخفيض عدد العاملين بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء وطريقة سير العمل داخل كل إدارة. هذا وتفقد سعفان مداخل ومخارج الوزارة ومنظومة الشباك الواحد المخصص للاستفسار والشكوى، وكذلك وحدة إصدار تراخيص العمل وصندوق الطوارئ وإدارة التمثيل الخارجي، وأيضا مركز معلومات الوزارة الذي يعمل وفقا لمنظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الورقي إلى إلكتروني للتسهيل على المواطنين. هذا وأكد سعفان ضرورة التزام العاملين بمواعيد العمل الرسمية طبقا للإجراءات الاحترازية وتقديم الخدمة للمواطنين في المكان المخصص لذلك. أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرق للسداد الإلكتروني لفواتير الكهرباء، وذلك وفقا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. يأتي ذلك في إطار جهود قطاع الكهرباء لتطبيق سياسة الدولة بشأن التيسير على المواطنين لسداد الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بعد، ويجرى تفعيل خدمة التحصيل الإلكترونية لمختلف أنواع العدادات، وذلك باستخدام كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فواتير الكهرباء. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى توفر عدة طرق للسداد، منها الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر وشركة فوري، وأيضا المحافظ البنكية للدفع بالبنوك وغيرها من منافذ شركات التحصيل الإلكترونية. قرر البنك المركزي منح تسهيلات ائتمانية للمنشآت السياحية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين. وأوضح البنك في كتاب دوري للبنوك نشره اليوم أن منح هذه التسهيلات يتضمن سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة لعدد من الأنشطة السياحية، مشيرا إلى ضرورة التأكد على أنه يتم منح التسهيلات وفقا للدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل من قبل البنك. ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتمويل القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصروفاتها الجارية. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم منتصف جلسات الأسبوع متأثرة بالهبوط الحاد لأسواق المال العالمية والعربية، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات و900 مليون جنيه، وتراجع مؤشرو البورصة الرئيسية بنسبة 2.96%، فيما صعد مؤشرو الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، وانخفض المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%. أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن الشعب اللبناني بدأ يعيش وطأة تراكم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والمالية إضافة إلى الخطر المتمثل في فيروس كورونا، وأن الوضع الراهن يحتاج إلى تضافر كل الجهود. جاء ذلك خلال استقبال دياب وفدا من جمعية مصارف لبنان اليوم، والتي قدمت تبرعا للدولة بقيمة 6 ملايين دولار لتوفير أجهزة طبية لمعالجة المصابين بالفيروس. هذا وأضاف دياب أن لبنان في محنة والدولة في ظل إمكاناتها الحاضرة
يصعب عليها القيام بكامل واجباتها تجاه مواطنيها، ولذلك فإن الرهان هو على تكافل المجتمع اللبناني. أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنها تلقت تقاريرا عن 7 حالات وفاة و 78 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 74 حالة وافدة من الخارج. وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن جميع الوفيات كانت في مقاطعة هابي بوسط الصين، وأنه من بين الحالات الوافدة تم تسجيل 31 حالة في بكين، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 427 حالة حتى يوم أمس. كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن نسبة كبيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت في أوروبا والولايات المتحدة، محذرة من تحول الولايات المتحدة إلى مركز لتفشي الفيروس. وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي أنها ترى بارقة أمل في إيطاليا بتسجيل عدد أقل في ومن الإصابات والوفيات. ومن جانبها قالت المتحدثة باسم المنظمة أنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات كورونا كثيرا في ظل إبلاغ المنظمة عن حالات جديدة، مضيفة أن 85% من حالات الإصابة المبلغ عنها في الـ 24 ساعة الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة، كما أشارت أن هناك تسارع كبير في عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة ومن الممكن أن تتحول إلى مركز للتفشي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين استراتيجيتين حلقت فوق بحر اليابان وشمال غربي المحيط الهادئ ورفقتهما مقاتلات تابعة لسلاح الجو الياباني. وذكر بيان للدفاع الروسية أن قاذفتين حاملتين لصواريخ استراتيجية تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية قامت برحلة جوية مقررة سلفا، موضحا أن الرحلة استغرقت 9 ساعات وكانت ترافقهما في بعض المراحل مقاتلات تابعة للقوات الجوية اليابانية. أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا رسميا اليوم أعلنت فيه تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية أولمبياد طوكيو 2020 إلى صيف العام المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع قاده رئيس اللجنة توماس باخ مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي عبر الفيديو صباح اليوم لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا. وأضاف باخ أنه في الظروف الحالية واستنادا إلى المعلومات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية تم التوصل إلى أنه يجب إعادة جدول دورة الألعاب الأولمبية 32 إلى ما بعد عام 2020، ولكن في موعد لا يتجاوز صيف 2021 لحماية صحة الرياضيين وجميع المشاركين في البطولة والمجتمع الدولي. وإلى الأحوال الجوية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتظهر الشبورة صباحا ورياح معتدلة، وإليكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة والعظمى غدا. القاهرة 15-24، وادي النطرون 14-23، الإسكندرية 15-22، مطروح 11-21، طنطا 13-23، المنصورة 8-25، دمياط 15-20، بورسعيد 14-20، الإسماعيلية 13-24، السويس 12-23، سان كاترين 12-20، شرم الشيخ 17-23،
الغردقة 17-24، المنيا 14-26، أسيوط 12-26، سوهاج 14-27، قنا 15-30، الأقصر 19-31، أسوان 20-33، شلاتين 17-30، وأما حلايب 18-30. نهاية جولتنا الإخبارية، ولكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن الحكومة أقرت اليوم مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لرفع مستويات الوقاية من انتشار فيروس كورونا. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يصدر قرارات لمواجهة كورونا، منها فرض حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباح اليوم التالي. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تحول الولايات المتحدة الأمريكية إلى مركز لتفشي فيروس كورونا. نهاية النشرة، نشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء في نشرة جديدة.